للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر زوم من برشلونة الناقد الرياضي أيوب أجبلي. أهلا بحضرتك. وفي البداية المغرب قدمت ملحمة عظيمة في مونديال قطر ونجحت في تصدر المجموعة والتأهل للدور الثاني. كيف ترى أداء المنتخب المغربي أمام كندا بالأمس وبشكل عام في المونديال، وخصوصا أن هذا التأهل جاء بعد يعني غياب حوالي 35 سنة؟ السلام عليكم، صباح الخير. موي بوس من برشلونة. صراحة أداء المنتخب الوطني المغربي كان واحد الأداء اللي هو جبار، وصراحة الجمهور المغربي ما كانش منتظر يعني هذا الهداء الآئل، تصدر مجموعة اللي فيها كل من وصيفة بطلة العالم اللي هي كرواتيا، والثانية مصنفة عالميا في رانكين فيفا اللي هي منتخب بلجيكا، وضد منتخب كندا اللي بقى هو الأول في المجموعة ديالو اللي فيها كل من الولايات المتحدة، كوستاريكا والمكسيك. فهذا الأداء هائل، هو أول منتخب عربي يتأهل مرة ثانية إلى الدور الثاني، دور الثمن. ف يعني لا يمكنكم تصور الفرحة العارمة اللي يعني كاينة في الدول العربية كلها، يعني فرحة للمنتخب المغربي. هنا في برشلونة الجالية المغربية خرجت إلى الشارع لتشهد هذا الأداء المنتخب الوطني اللي بقى الأول في المجموعة ديالو، اللي وليد ركراك سمى هذه المجموعة مجموعة الموت.